السلام عليكم، هذا الفيديو الثاني لينت 3 من مادة الحساب الذهني. بدي اياك تجلس جلسة سليمة، يعني تحت كتاب المنتل فوق كتاب الأباكس. الأباكس محطوط بهاي الطريقة ومصفر. قلمك الرصاص بإيدك اليمين ماسكه استعمال حركة الجن، أما بإيدك الشمال الحركة الجديدة اللي احنا تعودنا عليها اللي هي الربت. قبل ما أبلش خليني أعطيك مراجعة سريعة للي صار المرة الماضية. المرة الماضية أعطيت مقدمة عن يونت 3، فهمتك إنه إحنا انتقلنا من خانة الآحاد عم ننتقل لخانة العشرات، وحكينا بخانة العشرات بنحتاج إشي بسموه الكوزنز اللي هم أولاد العم. نبهتك على شغلتين، حكيت لك إنه الكوزنز لازم تكتبهم عندك بكتابك الأبكس، وبعد أرفقت الصورة مع الفيديو وقلت لك مش بس كتابة لازم حفظ. الشغلة الثانية نبهتك عليها انه لازم كتير نتمكن من حركة الربط لانه هي كتير حتساعدنا. اليوم رح يصير عبارة عن تطبيق لكل الشرح اللي شرحناه المرة الماضية، فاليوم فعليا رح يبين مين اللي سمع الفيديو المرة الثانية ومين اتدرب على الفيديو، عشان هلأ رح نبلش نشوف اللي فهم مستوعب الفيديو او اللي لسه عنده مشاكل بالكوزنز عشان اليوم نحلها. افتح لي كتاب الأباكس على صفحة رقم 30 يونت 3. احنا عم نحكي عن يونت 3، رح نفتح صفحة 30. ركز معاي كتير منيح وانا عم بحل هاي المسائل عشان تكون قادر كتير منيح تحل المسائل لحالك. هلأ زي ما احنا متعودين لما نبلش نحل اي صفحة لازم طبعا نكتب الديت والتايم، فبدي 5-2 وبلس 9. اول اشي شو بعمل؟ بعمل gun، بنزل ال 5، بعدين حكت لي minus 2. انا بناء من اليونت الماضية minus 2 لازم هون يكون عندي ناقص 2 ونزلهم، انا ما معي ناقص 2 ونزلهم، بلجأ موضوع الجود فريند، بسأل ال minus 2 بقولها مين صديقك يا minus 2؟ بتقول لي أنا صديق الثلاثة. واتجاه حركتك لفوق ولا لتحت؟ بتقول لي لفوق. ليش؟ لأن العملية طرح وهذا الحكي مشروح باليونت 2. بروح شو بعمل؟ بروح حكت أوكي، بعلي ثلاثة وبعلي مع الخمسة. ليش؟ لأنه حكى لي أنت عندك ثلاثة بدك تعليهم، فبعلي الثلاثة وعليت الخمسة. لهون خلصنا، لهون من يونت الماضية. هلأ رجعت حكت لي زيدي 9. أنا قادرة أزيد 9؟ لا مش قادرة أزيد 9. وأنا عندي هون مستهلكة، يعني أنا ما بزبط هون أستعمل 9 لأنه 5 و1 6، أنا بدي 9، فأنا هون مش قادرة أزيد 9. بروح ألجأ للخانة اللي جنبها بسأل التسعة، 9 مين ابن عمك؟ لأني من إني عم بروح الخانة اللي جنبها يعني في ولاد عم. 9 مين ابن عمك؟ بتقول لك إنه ابن عمها اللي هو الواحد اللي بينتمي للعشرة. فبروح بعلي بحركة الربط، بعلي واحد، وشو بعمل بعلي عفوا 10 وبنزل 1. صار الجواب أنا عندي أوكي 12. صار الجواب 12. ركزوا معي، هو شوي الموضوع أوله صعب بس بدك ممارسة، فعليا بده مش بس ممارسة منك، بده كمان متابعة من أهل إنك أنت عم تطبق خطوات الفيديو صح. خليني أحل لك كمان ثالث مسألة عشان تفهم علي أكتر. بصفر عدادي، المس حكت لي 7، بعلي 7، حكت لي 9، أنا مش قادر هون أزيد 9، قادر أزيد 9؟ مش قادر. بروح بنتقل لخانة العشرات، يعني عشرات يعني cousins. بسأل التسعة مين ابن عمك؟ بتقول لي 1، فبعلي العشرة وبنزل ابن عمها الواحد. ركز شو عملت، عليت نزلت، عليت نزلت، عكس بعض. اوكي بعدين الخانة السؤال اللي بعده حكى لي ناقص 5 فبطلع الخمسة، فهيك صار الجواب 11. تمام، هيك احنا تعرفنا على اولاد عم العدد 9 وحلينا اول 3 مسائل. الباقي بدي اياكم تكملوا لي بناء على اولاد عم 9 زي ما حلينا اول 3 مسائل. ركزوا معي على السطر التحت، السطر التحت رح ناخد أولاد عم أعداد جديدة. رح ناخد فعلياً أولاد عم العدد 8. طلعوا علي أنا كيف رح أحل أول مسألة عشان تعرفوا كيف رح تحلوا الباقي. مثلاً أشوف أول مسألة، أول مسألة
اللي هي 3. طبعا انا بعمل جن وبعمل رابط، حكت لي المس 3 بعلي 3، 5 بنزل 5، بعدين حكت لي 8 ما معي مجال ازيد 8 بخانة الاحاد، رح اضطر الجأ لخانة العشرات. بسأل ال 8 الثمانية مين صديق، عفوا مين ابن عمك؟ بتقول لي حسب اللي احنا حفظناه هو 2 هو ابن عمها، فالعملية عكسية، فرح يصير كالتالي اعلي 10 واوطي 2، صار الجواب قد ايه؟ صار 16. تمام، هيك بصير معانا الجواب 16. تمام، خلينا افرجيكم المسألة اللي جنبها كيف بقدر احل. المسألة اللي جنبها نفس الفكرة، اولاد عم الثمانية، مس بعمل جن وبعمل ربط، المس حكت لي 2 بعلي 2، حكت لي 8 انا ما معي مجال ازيد 8، بضطر الجأ لخانة العشرات. بسأل 8 مين ابن عمك؟ بتقول لي انا ابن عمي 2، بعلي العشرة وبنزل 2. اوكي، بحركة الربط عليت العشرة ونزلت 2، بعدين حكت لي بلس 4 بزيد هاي الفور بهاي الطريقة، فصار معانا قديش الجواب؟ 14. الفكرة كتير بسيطة بس بدي اياك انت تمارسها، بناء عليه كمان باقي المسائل بدي اياك تمارسها زي ما انا مارستهم، وحيكونوا عليك واجب. هلا عشان نفهم فكرة أولاد العم أكتر ونمارسها أكتر، رح يصير كالتالي، ما رح أخلي بس عليكم تكمالة هاي الصفحة، رح أخلي عليكم أو رح أشرح لكم كمان أولاد عم جداد مشان أنتوا تمارسوهم بطريقة منيحة. يعني لو أنا أفرجيك على هاي الصفحة عشان نفهم فكرة أولاد العم أكتر، أنا فعليا رح أنتقلكم للصفحة اللي جنبها، رح نتعرف على أولاد عم جداد نحلهم بطريقة كمان جديدة، ونشوف كيف نقدر نعطي الإجابات دقيقة وصحيحة. لو ننتقل على الصفحة اللي جنبها مباشرة، عنوان درسنا هو plus 7 equal 10 minus 3، والجزء الثاني 6 plus 10 minus 4. بالمختصر رح نتعرف على أولاد عم الرقم 7 وأولاد عم الرقم 6، رح نتعرف كيف رح نقدر نحسب عليهم. الموضوع كتير بسيط زي اللي عملناه غاد، رح نعمله هون بس بولاد عم جداد. السطر الأول زي ما احنا متعودين، السطر هذا ما بحتاج لعداد، فانتوا لازم تحلوه بسرعة. 18 11، هون طبعا 15 حطيناها، هون بنحط واحد بالعشرات والأحد بعد كم خرزة معي، يعني هون معي 5 6 7، ف 17، وبكمل الباقي 19 19، وبكمل باقي السطر. انا مش حابه احله باقي لاني بدي اشوفكم انتوا وانتوا بتحلوه، فهذا السطر باقي انتوا حتكملوه بنفس المنهجيه اللي انا علمتكم اياها، كتير بسيطه. طب خلينا نشوف الاسئله تحت. اول مساله بحكي لك 4 plus 7 plus 2، كيف بقدر احل؟ جن ربط عدادي مصفر وجالس الجلسه السليمه، حكت لي مس 4 بعلي 4، حكت لي 7 قادر انا ازيد 7 بالاحد؟ لا. بسالي 7 مين صديقك يا 7، مين ابن عمك يا 7؟ بتقول لي اللي هو 3، بروح بنزل 3 وبعلي اللي هي 10، بعدين حكت لي زيدي كمان 2، صار الجواب هيك 13. المساله بس عشان توضح الصوره اكثر، حكت لي 5 minus 2 7، بعمل جن بنزل الفايف ماينس 2، طبعا ماينس 2 من يونت 2 انه هدول الاصدقاء، فماينس 2 مين صديقه بنصير نسالها، ماينس 2 انت مين صديقك؟ بتقول لي اللي هو الثلاثه، واتجاه حركتها لاعلى، ف بعلي 3 وبعلي معاها الخمسه، بعدين بحكوا لي 7 انا مش قادر هون ازيد 7، بروح للكوزنز بسال السبعه مين ابن عمك؟ بتقول لي اللي هو 3، بنزل 3 وبعلي الواحد، فصار الجواب 10. وهكذا بنكمل لباقي المسائل. تمام، خلينا نشوف كمان ابن عم ثاني، كلياتهم نفس الافكار بس بدها ممارسه، مش هيك؟ انا عم بعطيك حقك انك بتمارس باقي المسائل لحالك عشان تكون عندك صوره واضحه. خلينا نشوف، ننتقل لتحت. تحت المسألة تحت شو بتحكي لك؟ بتقول لك 962، كيف بقدر احلهم؟ بصفر عدادي، بعمل جون، بعمل ربط، حكت لي 9 عليت ال 9، خلصنا خانة الاحد
طلعوا مستهلكة تماما. حكت لي سبن أنا مو قادر أستعمل أحد لأنها مستهلكة تماما، بضطر ألجأ للكوزنز لأولاد العم. بسأل الستة مين ابن عمك؟ بتقولي أربعة، وأربعة فبعلي 10 وبوطي 4. بعدين حكت لي زيدي كمان 2، بزيد كمان 2، قدي صار الجواب 17. هون 1 بالعشرات، وهون لو بدنا نعدهم 7 بالآحاد ف17 اللي هو 17. أحل كمان مسألة عشان توضح الصورة لأولاد عم الستة. المسألة جنبها 726، عليت 7. بعدين المس حكت لي 2، يعني هي خلصت كامل، طلع خانة الآحاد كامل مستهلك عندي خلصتها. رجعت حكت لي علي 6، أنا ما معي مجال أعلي 6 بخانة الآحاد، فانتقل للكوزنز. هيني كل مسألة عم برجع أعيد أنا شو فكرت عشان توضح الصورة للكل. ما معي مجال أعلي الستة، بنتقل لخانة العشرات الكوزنز، فبروح أسأل الستة مين ابن عمك؟ بتقول لي 4. بعمل طبعا ربط، بوطي 4 وبعلي 10. ركز شو عملت؟ وطيت عليت، وطيت عليت عكس بعض لأنهم كوزنز. وبالنهاية طلع معاي الجواب اللي هو 15. تمام. الواجب اللي عليك انك انت بدياك تكمل لي الصفحة اللي هون، وبالاضافة تكمل لي هاي الصفحة. رجاء مارسوا كتير، كل ما بتمارس كل ما بتكون متقن كتير. الموضوع كتير مسلي وكتير ممتع. مارس وحل هاي الصفحات عشان تتقن الموضوع اكتر. ويعطيكم العافية.